أكثر من 7 أعوام مرت ومدينة تعز تعيش في حصار جائر من قبل الحوثيين، حصار أدى إلى الكثير من المآسي والأوجاع التي تضرر منها كل سكان هذه المدينة، حيث ارتفعت الأسعار نتيجة زيادة تكاليف نقل المواد إلى هذه المدينة وكذلك ازدياد حوادث السير التي أودت بحياة الكثيرين. بهذه الكلمات بدأت الكاتبة افتخار عبد مقالها الذي نشره موقع المهرية نت، حيث قالت إن المتابع لتحركات الأمم المتحدة يجد أنها اهتمت بفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء، وهذا كله قد حدث بكل سهولة، وحين جاء وقت فك الحصار عن تعز تعقدت الأمور بشكل مفاجئ. كما أشارت الكاتبة إلى أن الالتزام بالهدنة وبنودها من طرف الشرعية موجع حقا، إذ أن الشرعية ملتزمة بالهدنة وبنودها وقد قدمت تنازلات كثيرة من طرفها، بما يتصرف الحوثيون في الطرف الآخر وكأن الأمر لا يعنيهم، بل كأن الألم الذي يتألمه أبناء مدينة تعز ما هو إلا أمر يبعث السرور، حيث يبدو الحوثيون مستمتعين بما يرونه ويسمعونه من أوجاع أبناء هذه المدينة في كل وقت وحين.